السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. وبكل حلقاتنا الميدانية الخاصة بأرض السواد لما نروح إلى الفلاحين والمزارعين ونلتقي بيهم ونتكلم عن معاناتهم وعن طموحاتهم، دائما الانتقاد الأول يكون لوزارة الزراعة أنه بسبب غياب الإرشاد وغياب الدعم الحكومي. أما الجهة الثانية اللي إلها سهام انتقاد كثيرة وكبيرة جدا وهو المصرف الزراعي. هذا المصرف اللي منذ عقود يعطي قروض زراعية للفلاحين للمشاريع الزراعية المتوسطة أو الكبرى من أجل النهوض اليوم بالواقع الزراعي، ولكن للأسف بالسنوات الأخيرة كل اتهامات الفساد موجهة لهذا المصرف ولطريقة توزيع القروض. وأبسط دليل على كلامنا أنه مدير المصرف السابق مسجون خلف القضبان. فشنو سر اليوم العراقيل الكبيرة، الروتين الممل اللي يخلي الفلاح يبتعد عن هذه القروض، المساومات الكبيرة جدا، قضايا وملفات الفساد؟ لحد البارحة النزاهة في محافظة صلاح الدين لقت أكثر من 100 عقد زراعي وهمي ما موجود على الأرض، وكيف صار فيه لمئات بل مليارات الدنانير العراقية. إلى متى هذه التخبطات الكبيرة؟ متى تعمل المصارف الحكومية والمصارف الأهلية ضمن نطاق حقيقي من أجل النهوض بالقطاع الزراعي؟ راح نتحدث بكل هذه المواضيع، وراح أكيد نتكلم مع الكثير من الفلاحين اللي عندهم مشاريع متلكئة بسبب اليوم موضوعة القروض الزراعية وغيرها. خلينا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. ضيفنا اليوم في الاستوديو الاستاذ عادل المختار، الخبير الزراعي والخبير المائي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. ربي يخليك. استاذ عادل وايضا مستشار لجنه زراعيه. لا لا، مستشار سابق. مستشار سابق للدوره السابقه. بطلوني. ليش بطلوك؟ يعني الواحد يحكي هوايه، يضوجون من واحد يحكي هوايه. بالعكس يحتاجون هيك مستشار يحكي. اقول لك 40 سنة امتهن زراعة، 31 سنة خدمة، 15 سنة مستشار لجنة الزراعة، هسه طلعوني اقعد بالقهوة العب دومنا وطاولي. بس ما قاعد تلعب دومنا وطاولي. اي والله ده لا. قاعد تجي على البرامج. لا لا، هاي وحد، هاي يعني هذه رسالتي أأديها، من اللي يطلبني اجي، لكن بصورة عامة خلص هو هذا بعد هالخبرة نقعد بالقهوة نتونس. ملف مهم، ملف القروض الزراعية، وأنت من أكثر الناس المتصدين لهذا الموضوع من خلال بثوثك المباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا لقاءاتك التلفزيونية. شنو سر العراقيل الكبيرة اللي قاعد نواجهها بهذا الموضوع؟ ليش فقط بالعراق موضوع القروض الزراعية بروتين ومساومات وغيرها وفساد؟ ليش بالدول، ما أقول لك عالمية، المجاورة أنه بسهولة بسيطة وميسرة، ليش بالعراق يصير؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الموضوع المهم. اليوم نريد نحكي اول مره انواع القروض الزراعيه. نعم. وبعدين ندخل في المشاكل. حقيقه عندنا قروض المبادره الزراعيه، وهي من انجح القروض اللي ظهرت في 2014، توقفت وتجري قروض البنك المركزي ومن بعدها الموارد الذاتيه اللي هي فلوس المودعين في المصرف، والاخير هو القرض، هو القروض الميسره تابع لوزاره الزراعه. هذا القرض النوع وجد
بالموازنات الأربع سنين أو الخمس سنين الأخيرة، لكن لم يرى النور لحد هاي اللحظة. اسم الأخير النور؟ القروض الميسرة، هذا صندوق الإقراض الميسر تابع لوزارة الزراعة من يمكن من خمس سنين إذا مو أكثر. نعم. يعني ما بالضبط. نعم. لكن لم يرى النور سوى بالموازنة يوضع. الشيء اللي أرد أقوله اليوم، أنت حضرتك اليوم فتحت موضوع جدا مهم. نعم. اليوم بدأت تظهر مشكلة الكفلاء. المصرف يقول لك أني أنطي قرض وأريد فلوسي، أني ما عليه. طيب أنطي قرض، قبل كنا نأخذ العقار أو ضمانة عقارية أو قطعة أرض، يعني هالضمانات ونمشي أمورنا. هسه قاموا وش يسوون؟ يأخذون إلا كفالة موظف. طيب اليوم مو مشكلة، حضروا فد مثل وانت قيس عليه. المصرف الزراعي ينطي قرض للسيارات لشراء سيارات، فوحدة من الخوات جيرانهم سيارة زراعية، لا 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 تاكسي. نعم. نعم. فجيرانهم اجوا بلكت وكذا، فكفلته هي موظفة كفلته لشراء سيارة. اول شهرين ثلاثة اشهر هو يروح يدفع والامور طبيعية، وراها قام ما يدفع. جوي وين؟ مو يحزون على السيارة ويروحون يبيعوها وبعدين ياخذون من الكفيل المتبقي. جوي ركض على الكفيل انت تدفع. تصور هذا ابو سياره يفتر داير مر داير بيت الموظفه هذه وهي تدفع فلوس تعارك، ماكو فايده. هذا اسلوب عمل خطا. انت اليوم حجزت سيارته ما يدفع، تروح تاخذ سيارته من بقى ما يكفي، تاخذ الضمانه المتبقيه من الكفيل. هذا الاسلوب الغلط سوى رد فعل عند الموظفين، يخافون يكفلون. هاي واحده من المشاكل اللي حقيقة يعني استوقفتني. الشيء الثاني، اليوم نشوف اكو مشاريع وهمية، اكو مشاريع متلكية. يعني اليوم ترى دا نعطيك مقترحات، يعني مو دا نعرض مشاكل حتى يسمعونا الاخوان. احنا ما نريد نحكي مشاكل. اليوم مشروع مثلا 100 مليون وفما فوق، او 50 مليون فما فوق، تفرض عليه يحط كاميرات مراقبة. بس العالم تطور، صحيح. فاحنا قاعدين هنا نقدر من خلال الموبايل او اللابتوب نقدر نراقب اي مشروع. فكل مشروع يوضع كاميرات مراقبة والباسورد موجود بالمصرف، ومشوكت يتابعون، مجرد يلقطون صور اكو تطور المشروع ده يشتغل لا. يعني شلت مشاريع تروح لها لجنه وتباوع وتكتب تقارير مو صحيحه، وتعرف ممكن بعض اللجان اكو ترتشي وتكتب انه ايجابيه، يكتبون تقارير. فاذا العالم متطور، انت هم لازم يتطور عمل. شلون يتطور؟ وحده من الاشياء اللي كاميرات المراقبه. تعرف اليوم كم لجنه تراقب للقروض، لكن بالنتيجه كلها هي متلكه او بها اشكاليات. ما نريد نحكي كلمه فساد وكذا، لان هذا الموضوع معروف ما يحتاج، بس قصدي كحلول. طيب الشيء الثاني، اليوم انت صندوق البنك المركزي مفتوح، هو والموارد الذاتيه قروضها مفتوحه. لكن الشيء اللي اقوله، البنك المركزي حتى تروح تقدم، مثلا انت بالموصل تريد قرض، لازم تجي لبغداد وتقدم. ماكو فرع البنك المركزي موجود، هو المصرف الزراعي نفسه، هو نفس الفروع، المصرف الزراعي موجودة. لكن انت تجي لبغداد وتقدم وبعدين كشف واجراءات، ماكو شيء منطق. بعدين العالم متطور، اليوم عندك حاسبة الكترونية تقعد تدخل المعلومات وتتصل بوين ما تريد، ينطوك صحة الصدور او حجز البيت او كذا، شنو تريد. اما هذه المعوقات ما ممكن، فلذلك يشوف القروض تتأخر. قبل ما أريد أدخل بموضوع القروض وآلية توزيع القروض والمشاكل اللي دا تصير، خاصة المصرف الزراعي والمصرف الصناعي كان يوطى رواتب منتسبين أمنيين ويطي قروض على شراء سيارات تاكسي. أنت تخصصك زراعة وأنت تخصصك صناعة، جاب على هذا الموضوع، منو هذا اليوم دا يطي هيك أفكار؟ منو دا يسمح لهذه المصارف اللي قاعد تأخذ كلها من أموال الدولة؟ الفترة الأخيرة حقيقة تغير مفهوم المصرف الزراعي. كان مصرف زراعي خدمي من أجل تطوير القطاع الزراعي. اليوم يريدون يسوون المصرف الزراعي ربحي. حتى يربح لازم تصير فلوس تتوطن. أنت موظف، وطن فلوسك عندهم، هاي الفلوس يشغلوها، هاي الفلوس يشغلوها. إرادها للدولة؟ لا. فلذلك تشوف هاي الفلوس ها من تشتغل وين تروح؟ للمصرف، ومنها أربع للموظفين. طيب دخلت بالإسكان، أنت رايح تدخل قطاع الإسكان، شو دخلك بالموضوع؟ طيب
طيب اليوم عندنا مشكلة منظومات الري بالرش، تعرف حضرتك اليوم يعني كارثة كبيرة اليوم بالقطاع الزراعي. صار لنا 5 سنين يمكن من قناتك الكريمة، من برنامجك الكريم، صار لنا يمكن 4 سنين من نادينا بضرورة استخدام منظومات الري. ولحد هذه اللحظة وزارة الزراعة مصرة أن تستخدم الري القديم. ليش؟ ما حد يجاوب. هل هي فلوس ما تكون مصرف قروض؟ يعني ده تشوف أكو واحد يذب الكرة بالملعب الآخر. فهذا اللي أقصده يعني اليوم المسؤولية. أكيد راح نكمل حلقتنا وراح نتكلم بالكثير من الأمور. طبعا أحبة المشاهدين، يعني أنا مشارك بجروبات زراعية كثيرة، ولما عرفوا هذا الموضوع حبوا يشاركون بالبرنامج. فهو من المستحيل أن اليوم أستضيف مثلا 10 أشخاص في الاستوديو أو 15 شخص. أرقام قناة الأيام الفضائية راح تكون أسفل الشاشة، وباتصالاتكم المباشرة راح نعرف الكثير من المشاكل اللي مرت على الفلاحين وأصحاب المشاريع الزراعية. ولكن قبل هذا خلونا نشوف فيديو ترويجي من الحكومة العراقية للمصرف الزراعي يحسسنا إحنا بالنرويج أو بالدنمارك. خلونا نشوف هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. موسيقى جميلة ويقول دعوة إلى كل الفلاحين إنه يجون يأخذون قروض من عندنا، والأقل من 250 مليون بدون دراسة جدوى، ونطي أكثر من 250 مليون حياة جميلة وردية. ليش قاعد تنتقدون؟ حتى أنا استحيت أنت بالقوة تتحرش. يعني أول شفت الفيديو حتى حغير العنوان. يعني أول بداية الكلام هو دا يقول، يعني أنا قلتها، قلت يعني أبو الموصل يجي لبغداد يروج معاملته. طيب المعاملة بيوم ويومين تخلص، لو شهر وشهرين، لو سنة وسنتين. والله حسب والله الموسيقى هاي بيوم تخلص. شفت؟ فأنت قلت إذا أبو الموصل وأبو البصرة وأبو هذا يجي لبغداد ها حتى يروج معاملة، هو دا يقول حصريا في بغداد يروج معاملة. المشكلة اليوم كارثة، القطاع الزراعي ده ينهار، مي ماكو، أراضي زراعية قلت ها. من تجي المقدمة مال حضرتك كان الفيديو الأولي، قلت قروض البنك المركزي تأجلت لسنتين ونص، هيك أتذكر، احنا سنتين هي سنتين ونص، ها يابه؟ نعم. لكن شوف تأجل ايش قد حلوة، تأجلها سنتين، كل الفلاحين كيفوا، ليه ماكو شغل، لكن لازم واحد لي شهر الخامس يكون مسدد، يعني إذا مديون يدفع. طيب هو ما عنده اليوم مثلا حقول دواجن قبل 4-5 أشهر انهارت أو أكثر، انهارت تذكر وكلهم جزرة، طيب مديونين منين راح يجيب لك؟ وخصوصا اليوم القطاع الزراعي متعرض لإشكال، منين يجيب لك؟ يعني هو رايح لهاوية يركض ورا يحجز البيوت، خلي يسمعون، يعني هو ماكو أمل أن راح يشتغل، منين يسدد لك؟ زين انا ايش قدم اليوم؟ ترى دا انطي مقترحات استاذ ظفر. أيه. اليوم دا ننطي مقترحات، مثلا انا مديون 10 مليون دا يركض ورايا ويحجز بيتي ويحجز كذا، زين هذه ال 10 مليون من تاخذها وين توديها؟ راح تعطيها لغيري مو؟ نعم. ايضا فد مده اكثر، انا ايش اقول؟ هاي ال 10 مليون حمل لها الفائده مالتك مال سنه اللي قدام واجلهم، انت ما اخذ ربحك. راح نحكي بهذا الموضوع. عندنا اتصال هاتفي من الدكتور عدنان نصيف من جنوب بغداد. اهلا وسهلا بك دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربي يخليك دكتور. احكينا عن مشكلتك بموضوعة القروض يعني. الله يسلمك. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وشكرا جزيلا على المكالمه، الله يرضى عليك. ربي يخليك. وشكرا للاستاذ عادل اللي هو المضحي والمجاهد جاي يدافع عن الزراعه وكل المضطهدين والمظلومين. ربي يحفظك. الله يخليك. الله يسلمك. والله احنا مشكلتنا سبحان الله مشكله هي هدفها وتحطيم الاقتصاد العراقي لاكثر، يعني موضوع البنى بباطل، باطل في باطل، واللي كان الضحيه الناس الشرفاء والفقراء بهذا الموضوع. نعم. طريقه احنا كنا نتمنى بان نخدم الزراعه ضمن اختصاصنا. نعم. وخصوصا مشروع محطات الابقار او مشاريع تربيه الابقار. نعم. الاوروبيه، لان هاي طريقه مجازفتها، وهو كل المشاريع الزراعيه بها مجازفه، بس هاي حصرا يعني عملها ثقيل مو هينه، لان ابقار ما متعلمة على البيئه وغيره. نعم. فطريقه استيرادها عن طريق شركات ظللت، يعني هي مو اختصاص بس تعاقدت مع وزاره الزراعه والمصرف الزراعي حسب المذكره مال التفاهم اللي مبنيه على اساسه واللي اطلعنا عليها
اطلعنا عليها ممكن يعني اي انسان يثق لان اعتماده يصير العقد بينه وبين الدوله ومحمي. نعم. ولكن الشركات دخلت بموضوع اخر يعني باتفاق ويا المصرف الزراعي على ان تعمل نفس الاليه اللي موجوده بالعقد الرئيسي مع التجهيزات الزراعيه ووزاره الزراعه والبيطره. نعم. وكان الاستيراد الهدف من عده هو تربيه الابقار الفريزيان الهولشتاين. هذا هذا مشروعك الخاص. مشروع الخاص يعني. نعم. مو مشروع ما صار يعني صار وراء هذا الموضوع. الموضوع احنا من بلغونا بان اكو شركه معتمده من قبل المصرف الزراعي. نعم. يعني بناء على كتاب المصرف الزراعي اللي عممه على كافه المصارف الفروع المصارف الزراعيه. نعم. اعتماد شركه بناء على مذكره التفاهم المبنيه على بين المصرف الزراعي ووزاره الزراعه. نعم. على بالاعتماد نفس الاليه المعتمده مع الشركه هو نفس الشركه او بقيه الشركات نفس الاليه مع التجهيزات الزراعيه او وزاره الزراعه، يعني فسحوا المجال للقطاع الخاص بالاستيراد مثلا شركه تاج النهرين او شركه الحضاره اللي هي شركه يعني على مود حتى نكسب الوقت دكتور، يعني هم انه مثل فرضوا عليكم مين تستورد الابقار. هو بالاساس اي بس من اخذناها ماكو لجنه مخصصه لجنه فنيه من البيطره او وزاره الزراعه تقوم بتسليم الابقار الى المربين او اصحاب المحطات او تربيه منزليه، ماكو. نعم. يعني شلون الجوبه مال الابقار اللي موجوده هاي اللي يبيعون ابقار نفس الطريقه. الصار. فبعد ما جبنا الابقار وصلناها الى المحطه انا احكي لك على حالتي الخاصه. مشروعك الخاص. اكتشف بان هاي الابقار غير مجديه اقتصاديا وطلعنا انا ولجنه من الاطباء البيطريين وهاي 22 بقره. نعم. كلها التهاب الماستس التهاب ضرع او ضمور بالضرع او غيره واكو ابقار عقيمه وبلغنا الشركه قالوا ما يخدمك لا عرف ولا قانون. لا عرف ولا قانون يعني بمعنى شلون نقدر نقول مصطلح الارهاب ما يعرف لا صغير ولا كبير ولا عجوز ولا مره الضحيه احنا. وتحطيم الان الوضعيه شنو سويت اخر شيء؟ سويت اخر شيء هاي سكتت على الموضوع؟ ما خليت وين استاذ ظهور يعني ما خليت ابتداء من الناحيه الى قائم مقام الى البيطره الى اتحاد جمعيات الفلاحيه الى المجلس البلدي الى المحافظ الى مجلس الوزراء الى الثروه الحيوانيه الى البيطره الى وزير الزراعه ما استخدم كل الطرق مثل ما واحد يقول لك طخ راسك في الحيط ماكو حل لحد الان ماكو حل لان ما حد يفهم هذا. نعم. الموضوع يعني نعم. ما صرت يعني انسان مراوغ او منافق وانما اريد اوصل الحاله حتى اول شيء خدمه لبلدي وللناس واسمي ما توقعت بان اقع في هيش مطب. نعم. والاجراءات القانونيه دكتور عدنان عذرا منك رسالتك وصلت بس لان عندنا ايضا ناس دا يتصلون وايضا دا يطرحون على مود حتى نستثمر الوقت كل التحيه والشكر لك. لا تسمح لي تفضل باقل من دقيقه ممكن تفضل تفضل ال 17 واحد في الديوانيه بس اسم شركه الحضاره هو شركه وهميه بين السلم من شركه تاج النهرين اخذ البعث ثاني يوم ماتن وهذا واحد مات واحد سكر واحد انتهى نفس الحاله يعني هي راي يعني قضيه. نعم. مو بس قضيتي يعني. نعم. انا قضيتي يعني كارثه بالنسبه لي راح نتكلم عليها. كل الشكر يعني. لك استاذ عدنان صيف الله يسلمك شكرا. يقول لك اكو ناس ماتت وصار هسه بعدك على الفيديو تقول كلش حلو واحنا بالما ادري وين مو يحكون بس زين خلينا نجي هذا الموضوع. شركه اتفقت ويا المصرف الزراعي هي تورد ابقار كانت الفكره بالتجهيزات الزراعيه تورد ابقار وتبني لهم حظائر وتعطيهم اعلاف نظير مبلغ هاي الشركه اتفقت ويا المصرف هي هم تمارس هالعمل هاي وحده من الحالات وهذا محطه ابقار اللطيفيه هذا المتكلم محطة أبقار اللطيفية وكوب الديوانية يعني أنا لحد الآن حسب علمي وصلوا 8 حالات جابوا لهم الأبقار ماتن
واحدة منهم بالديوانية حتى صور عندي بالديوانية محطة مبنية ببلوك حتى ما ملبوخة وبياض وكذا ومي ماكو وبالصحراء بالديوانية وفي تموز جابوه للأبقار سلموه بحيث ما طولت أسبوع ماتت. هسه المشكلة المصرف الزراعي يركض وراهم يقول تعالوا أني شعلي يطوني متورطتني بالأبقار مدغلك مصرف الزراعي يقول لهم تعالوا اطوني الأقساط ودا يحجز على بيوتهم والمتكلم القرض ماله 600 مليون هذا ما مشمول بالتأجيل. ليش ما مشمول؟ لأن التأجيل من 400 فما دون هذا لازم يدفع كل طيب. جدة يدفع كل شهر لو شنو؟ أعتقد سنوي أقساط سنوية. المشكلة مالته وصلت للنزاهة وصلت محاكم وصلت الحالة هي عامة وليس خاصة يعني الرجل حكاها ببساطة لأن حالتهم النفسية تعبانة لكن لحد الآن من المقصر؟ السؤال من المقصر؟ تصور المحكمة ذبت عليهم عندنا المواطن هو المقصر لو الشركة هي المقصرة جابت أبقار مو زينة لو المصرف الزراعي هو اللي من المقصر لو وزارة الزراعة والله اللي ما تدري هناك ده تصورني فهنا الأمر. شوف أربع قطاعات اشتغلت في شيء من المقصر خلص من المقصر واضح من هو يعني أولا ما يجوز تدخل أبقار إذا ما عدا علم وزارة الزراعة وتحديدا البيطره ولان هذا مكان حظائر تقعد به الابقار هذا يعني نظام يفحصوهن يشوفون بها مرض ولا هي دخلت وتوزعت وماتت وخلال ايام ماتت صار ظفر ايام يعني يمكن شهر ما طول ويموتن لان جايه تعبانات ويمكن لو عندنا وقت وتصلوا كان سمعت فشيء يعني واحد منهم مات لقضيه استاذ عدنان واضحه هي شنو المحاكم تحكمها ماك ما حكمت؟ لا وقاعد يدفع اقساط سنويه؟ طبعا هسه حاجزين على بيته، هسه هو ايش يقدم طلب؟ يقوم يابا اني متضرر اجلوني شملوني بالتاجيل او اعاده جدوله، يقول له لا ابد، قدم طلبات وراح وكشف وحاول وكل الشهادات اللي تثبت الابقار جتي مريضه وماتت البيطره وكل الجهات ها؟ لكن حاليا يحجزون على بيته ويعلنوا للبيع، خلي يسمعون المصرف الزراعي، هاي قروض تدميريه. انت المفروض اليوم من تعطي قرض تبني مو تهدم الزراعه ما تدري اكو ابقار جتي ما حد طلع عليها ولا كشفها عند وصول الابقار مثلا من تريد غير اكو طبيب بيطري يفحصها ويكمل يقول له لا الصور حتى ما يدخلوهم للمكان اللي بالابقار يدخلون سياره يحملون الابقار يقولوا نعم طبعا احبه المشاهدين عندنا اتصال هاتفي من رجاء الكناني اهلا وسهلا بيك الو الو معاكم الو السلام عليكم وعليكم السلام اتعرف بيك ومن وين وشنو القضيه رجاء الكناني من الجوانيه نعم رجاء الكناني من الجوانيه اهلا وسهلا بيك تفضلي الله يحفظك تسلمي الله يخليك ماخذه اعلاف من التجهيزات الزراعيه اللي نعم. هي فرع الجوانيه نعم قيمتها 11 مليون نعم الفرض علي انه اني ادفع الشهر مليون من على الاقساط الشهريه. بالشهر مليون دفعين. زائد 10 مليون. نعم. ما عندي اي تذكر، يعني احنا نريد ان نحكي على حسن النيه. ممتاز. كانت تيجي انه اني ادفعهم كلها على شهر مليون ما عندي كل اشكال. نعم. صار عندي هلكات ونسد الحقل بسبب اغلاء الاعلاف. صح. الوضع التعبان اللي يفيدون به حرت. صحيح. جيت قدمت طلب اجت لي لجنه العفو من بغداد قالوا بين بيت مساعد قلت لهم تقصدوا لي قالوا لهم الاقساط اني استمر ادفع ما عندي كل اشكال بس على انه ما ادفع مليون ادفع 500 اخذوا لي موعد من استاذ طالب وجيت على الموعد حجبه ورفض الطلب منو هذا استاذ طالب؟ ما قبل تستمرين على المليون مع العلم انا دافعه اقساط على مليون مليون يعني 5 مليون الا ادفع الشهر مليون الحقول مسدد يعني ما اعرف يعني ليش ما يعني هم خسر المشروع وايضا قاعد تدفعين مبالغ عاليه جاي 9 مليون على على من اصل 5 مليون وهن اقساط هن اخذتنا بالعادل نعم كل الشكر لك ست رجاء وصلت قضيتك ان شاء الله يا رب تنحل ان شاء الله يعني
شيء يقهر يعني واحد اللي يقهر أكثر حافز الكبير انه يسوي مشروع زراعي وينصدم هذه الصدمه. بدايه كلامي ايش قلت لك؟ قلت لك حقول الدواجن من انهارت وصارت وكذا المفروض. شنو قضيه ست رجاء من الديوانيه؟ عندها عقل دجاج بياض ودا تشتغل ودا تربح وماشيه الامور، فجاه السوق تخربط تعرف صار هذا اللي صارت وكلهم ذبحوا الدجاج مالها، هي ظلت ما تعرف شو تسوي، تذبح تبقي تدري على امل، لان من تذبح خساره ضخمه الدجاج، بيش الدجاجه وبيش تبيع تبيعها ب 2000، فلذلك ظلت صامده. المشكله وين؟ السؤال اللي انا اتعجب عليه، مصرف زراعي، ليش مصرف زراعي؟ مبادره زراعيه اجلوا هذا سنتين. سنتين ونص. البنك المركزي اجل سنتين ونص، مو؟ صحيح. كلهم اجلوا، الموارد البشريه، الموارد المال الوزاره الماليه. لا لا، المصرف، نعم. التسهيلات المصرفيه. نعم. ها؟ هم اجلوا. زين، الزراعه ما تدري ذولا حقول دواجن وتدمرت، يعني اقلها هي تريد تدفع. يعني انا بوقتها حتى قلت لهم يابا خل تدفع 250 كل شهر، هسه هو علف و11 مليون وهي علف والكارثه موجوده والسبب معروف تعرف، ها؟ ما حد قبل الا مليون، زين هسه مديونه ووقعت جلطه ووضع ايضا يعني اي 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 اي، وهسه يمكن فاتحه محل، يعني شو اسوي؟ حق الدواجن ما ينباع، ما تقدر تربي وجبه، اني اخر معلومات كانت خلاص اصدمك بفيديو جديد. يلا يا الله. طبعا احبتي المشاهدين، كاميرا قناه الايام الفضائيه كانت في محافظه ديالي، وايضا بموضوع القروض، يعني فيديو يمثل لك العراق للاسف مصرفيا بالقرون الوسطى، مو هسه احنا بسنه 2022. شوف الفيديو وحكمه عليه. والله احنا عندنا شريك ويانا صاحب حقل دواجن اسمه رزاق كريم محمد من منطقه الجديده على ناحيه هبهب قضاء الخالص، فأخذ قرض مبلغ 150 مليون وسدد القرض، وإلى أن انطونا من مدير مصرف براءة الذمة وعندنا وصولات تسديد بالقرض بالولد شريكنا، إلى أن سمعنا مدير مصرف ذابيه بالسجن. يابا ليش ذابيه بالسجن؟ قالوا طلع مختلس أموال الدولة. فمن رحنا راجعنا يابا احنا عندنا براءة ذمة وعندنا وصولات تثبت احنا مسددين، عندنا براءة ذمة يعني ما بري ذمتك، انت مسدد ما بذمتك، والشخص اللي متكفل طلع تقاعد من شو اسمه، يعني معاملتين ثلاثة، وشفنا احد المراجعين همينا نفس الشيء، وجماعة ويانا ابو حاصودة يعني مسددين القروض وطلعوا ما منزليها من ذمة المعاملة. يعني شلون يطالبك المصرف المتبقي اللي اجى استلم مكان هذا المدير المختلس اموال الدوله يقول تعال سدد النوب؟ ياباني هاي الوصولات ومسدد للدوله وعدي براءة الذمه ما بري ذمتك وعندنا كتاب رفع الحجز. قال لا هاي بعد ما تاكل، لان ذاك المدير بعد انتم تسوون دعوه انتم ويا بالنزاهه، فرحنا للنزاهه الناس قدرونا وسوونا دعوه وحكمونا يا عن طريق محكمة النزاهة 8 سنوات حبس ويدفع المبلغ. رحنا للجهة اللي تنفذ هذا القرار، قال يابا احنا روحوا تقاضوا وياه عشائريا، وين ما نروح واحد يدزنا على الاخ، مرة يقولون اشتكوا بمحكمة البدائل. لا جهة قلت لكم روح عشائريا. نفسه ابو المصرف، اهل المصرف اللي استلموا يقول روحوا انتوا استحصلوا المبالغ من عنده، يعني خارج هاي الدولة نطاق الدولة بالمدني، ورجعوا فلوس الدولة. يابا احنا مسددين، احنا ضحية، احنا مسددين تحت راية العلم العراقي وبنص المصرف، واني ما مسدد بصيرفة ولا مسدد بشارع، يعني ماكو وسط، هو بيده ووصولاته وتوقيعه وهو بالسجن، ومدير المصرف يعني مستلم المحاسبين ماله بالمصرف، احنا مسلمين، يعني مسلمين مو بصيرفة بالشارع، مسلمين بمصرف تحت راية العلم العراقي. انتوا كفلاحين شنو طلباتكم الان؟ والله نريد تحقيق العدالة وتنزيل الأموال ما بذمة المعاملة، لأن احنا مسددين، احنا مو ذنبنا إذا مثلا الدولة مخليت لنا مدير مصرف حرامي ومختلس، واحنا ذنبنا شنو؟ ها
يعني ما لنا ذنب. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وارقامنا ايضا راح تنزل اسفل الشاشه لمشاركاتكم. جمله جميله جدا قال الفلاح حكاها الاخ السيد حيدر المعموري، قال احنا مو ذنب ابن الدوله تخلي مدير مصرف فاسد وحرامي. لا ولا هالعباره. اني رحت للمصرف وسددت، خلص وصل انتهى المصرف استلم، اذا اني غلطان صلح لي. لا اني جيت هنا وسلمتك واخذت وصل باسم المصرف، كون الوصل ما تنزل راح مو مشكلتي. يعني هسه هو المواطن المسؤول، لو ناطي بيته لو ناطي بالشارع اي، لكن اني بالمصرف تحت العلم العراقي. يعني كلامه اني اعتز بكلامه ومن حرقه قلبه، لكن هو ما مسؤول اذا كان المدير باي صفه، لكن المصرف هو المسؤول يتحمل فلوس الرجل. إذا أنا غلطان صلح لي، هذا قانون. أنت أنا جيت داخل الدولة وسلمتك وكملت وطمغت وماخذ براءة الذمة ورفع العدل. له حلها عشارين. من دابلة. فهذا المفروض المصرف، هاي الدولة مسؤوليتها، عاد شنو يا بالمصرف أنت قاعد؟ هاي مسؤوليته. منو الأعلى من المصرف؟ هو المفروض يشترون تاكسي المصرف. بالضبط، تاكسي ويفترين بيت طبعا احبت المشاهدين، أنا عندنا اتصال هاتفي من نظير عبد الرضا من محافظة بغداد. أهلا بك أستاذ نظير. أو نصير العفو. السلام عليكم، شلونك أستاذ عزيز؟ الله يخليك، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك، تحية لك تحية أستاذ انتصار أستاذ عادل المختار ولجميع متابعكم إن شاء الله وهذه القناة والبرنامج الراقي. ربي يخليك، أريد نعرف شنو القضية. نعم أستاذ عزيز، قضية اليوم القروض الزراعية والمشكلة المهندسين الزراعيين مشكلة يعني صارت مركبة، يعني بعد أن كنا نطالب ب تقليل الاقساط وتقليل القروض عن المهندسين الزراعيين العاطلين اساسا، كانت هناك كتب تصدر من مكتب المفتش العام بغرامات المهندسين الزراعيين اللي مشاريعهم فشلت، يعني هو مشروع فشل وفوق ما مشروع فشل تجي غرامه عليه 21% من قيمه القرض كامله، وهذا طبعا اجحاف بحق المهندسين الزراعيين وحق وايضا اجحاف بالقانون اللي طلع عليهم المفتش العام، يعني القانون يقول اللي ما المهندس الزراعي اللي ما سوى مشروعه يعني اللي ياخذ قرض وما سوى مشروع هذا عليه غرامه، لكن اللي سوى مشروعه الناس سوت مشاريعها وخسرت واسباب الخسائر كثيره. اخ نصير اريد اتوقف وياك بالموضوع. اخ نصير تكلم لي بقضيتك الشخصيه وباسرع وقت على مود حتى نستطيع الرد عليها، اضافه الى عندنا اتصالات. احنا مهندسين زراعيين خسرت مشاريعنا، اغلقناها بعد ان اغلقنا ما قدرنا يعني نستمر بالمشاريع مالتنا، اغلقناها وبدينا يعني نرجع للدوله فلوسها. اجى كتاب الفتش العام بسبب اغلاق هذه المشاريع غرامه 21% على مجمل القرض، وهذا استاذ دمار تدمير هذا. طبعا حاولنا رفعنا اكثر من كتاب للحكومه هاي الراي يعني السابقه هاي حكومه الكاظمي ما قدرت تجاوب. نتامل احنا انه الوزير القادم او الحكومه القادمه تنظر لهذا الموضوع، ماكو شيء اسمه غرامه المهندس الزراعي مشروع فشل. المفروض الدوله توقف وياه وتساعده مو تكسر ظهر النوب الزايد. كل الشكر لك الاستاذ نصير عبد الرضا من محافظه بغداد. ايضا المهندسين الزراعيين واصلين الى مرحله هم ماخذين قروض وهم هيك صاير. هذه مشكله عامه، بس انا راح اضرب لك وحده مثل. نعم. خريجه بالبصره سوت مكتب زراعي تاخذ قرض، وبالبدايه المكتب الزراعي اشتغل لمده سنه او سنتين تسدد بانتظام كامل. جيد. وتغيرت اوضاع السوق، ادهورت مصارف المكاتب الزراعيه. خسرت. نعم. فسوت تظل تدفع ايجارات لو انت مكانها ايش تسوي؟ توقف. صحيح. صح لو لا؟ ما قدرت تسدد، جو عليها غرموها 21% من قيمه من قيمه القرض. القرض، ليش خسرتي؟ شرفك هذا منطق؟ بعد شو يسوي لا يسوي. الفائده ال 21% تفرض على الشخص اللي ماخذ قرض وما يشتغل به. لكن مو شخص اخذه واشتغل وخسر. وشخص ثاني بالنجف يمكن ذكر حكينا يزرع اعشاب طبيه بالصحراء، فاول سنه زرع وكمل، اجت عاصفه مات.
حاول مره ثانيه ايضا مات. ظروف خارجه ها، هاي ظروف خارجه عن ارادته، هم غرموا 21%. يابا الغرامه ال 21% تفرض على الشخص اللي ما مسوي ماخذ فلوس وما يشتغل. ليش؟ لان هذا يعتبر شغلها برا، اما واحد هو خسر فوق المال كماله. وهذه هي الفلسفه اللي يعمل بها المصرف، واللي قلنا بدايه غلط، لان هذا المصرف هو داعم للقطاع الزراعي. زين اكو موضوع انه المصرف الزراعي عليه انتقادات كبيره، يعني لما التقي دائما من اعضاء الجمعيات الفلاحيه انه يريدون قرض اللي يطي لازم يطي انه ضمان عقار. زين ليش مو ضمان الارض اللي حتنزرع او ضمان المشروع؟ العقار مبلغ ضخم فممكن يضمن عقار، لكن الارض الزراعيه يعني مبلغها قليل وانت تاخذ، لكن المشروع ممكن يضمن نفسه في حالة اكتماله وعمله يكفل 50% من قيمته، فأكو. لكن الأرض الزراعية أصلاً هي ما تجيب مبلغ، لأن تدري أنت لازم تأخذ ضعف القرض. نعم طبعاً. أحبة المشاهدة عندنا اتصال هاتفي، رائد من محافظة البصرة، أهلاً بك رائد. ألو رائد تسمعني؟ أنا أشكر ضيفك الكريم وأشكر قناتكم على طرح مواضيع دائما مثل هيك مواضيع تهتم بالمهندسين الزراعيين بالقروض الزراعيه والاراضي الزراعيه. تفضل اشرح اللي صار وياك، بس يعني تكون بوقت. والله حقيقه الامر احنا مهندسين زراعيين عدد 29 مهندس، تعاقدنا على مزارع تربيه اسماك، يعني بالتحديد تربيه اسماك، يعني لا انتاج حيواني لا زراعة، إنتاج أسماك، يعني مرتبط ارتباط مباشر بالمي. صحيح. فأخذنا قروض، وهاي القروض تسرد ظهرنا، يعني حطمت مستقبلنا مثل ما يقولون. الله يعني صحيح. إحنا الشرطة وعلينا أنه أنت تحفر حوض بقيمة 81 مليون، يعني هو هذا البوكلان اللي يطلع يشتغل على أنتر، بحيث صحيح. قيمة القرض كلها دقيناها على الأرض. زين حفرنا أحواض 5 دونم كل مهندس زراعي، واستزرعنا الاسماك وظلينا مطلوبين للدوله، وصعد علينا المي المالح. فعلا. لا مزارعنا تنتج ونسد الدوله ونخلص، ولا الدوله هي مثلا تقول انا يابا هذا المشروع فشل، تعترف بفشله وتطفئ القرض. زين، ولا هي مثلا تبدلنا بغير مكان وتدعمنا من جديد. يعني ما اعرف شلون، والبلد هسه بوضع جسار وقاعد تشوفون انتم وياه ما خاصه البصره. زين. اي بالبصره انا زين، يعني السيد وكيل الوزير يريد يحولنا على اليمن على مياه الاستزراع البحري. زين استزراع بحري بربك، احنا يمنا يمنا الزرعون سمك قرش، فوق كل من ياخذ له زورق ويروح يصيد. الزرعون سمك قرش مي بحري يريد؟ ها؟ ما جاي اسمعك والله. اقول لك يريد مي بحري الزرعون سمك قرش؟ يزرع سمك بحري، يقول زرعوا سمك بحري، عندكم رياح الشانق، عندكم روبيان، هاي من البحر. خوان بالبحر ما ادري ايش اسوي. هو ماي بحر. وصلت رسالتك حبيبي اخ رائد، وراح تناقشها بهذا الموضوع. والله حقيقه هذه مشكله. نعم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذه مشكله. يعني هذا استاذ، يعني اليوم شخص قالوا له سوي مشروع اسماك. وين بالبصرة؟ الماء يقل، دخل لسان الملحي على البصرة. لاك واحد يربي سمج بالبصرة؟ يعني هي سمج بالبحر، جيب يقول له سوي بحيرات، مدقل سوي بحيرة بالبصرة. زين السؤال المطروح، هذول خريجين كلية زراعة، يقول لك تحطم مستقبلي. انت اتعاقدت ويا على قرار 995 اللي هو شنو؟ خاص بتربية الأسماك، بينما انت لو متعاقد ويا على قرار 732 او 350 او ال 24 كتفرغ زراعي، فهنا يصير هذا صار له 10 سنين، يعني لو على التفرغ كان ستملك القاع، يعني تعتبر ذاك الوقت يعطيهم القرض والقاع وتسوى. لكن انت جبت وقعت على عقد 995، وهذا اصلا ماكو واحد يسوي سمك بالبصره. ليش؟ لان احنا رايحين لجفاف الانهيار. اليوم ربوا اول وجبه جاهم لسان ملحي مات، ربوا ثاني مره جاهم لسان ملحي، وصار عليهم ديون تراكمت وفوائد، والمصيبه اكبر انه تاجيل ماكو، ومن قالوا لهم ناجلكم قام اخذوا تعهد. صور هاي المعلومه، اكتبوا تعهد انه من يخلص موعد التاجيل تجي تدفع مال 3 سنين، هو ما عنده يدفع مال شهر. يعني ماكو فائده. تصور بعد سنتين يقول ادفع مال 3 سنين، منين يجيب اذا هو اصل المشروع متوقف؟
هذا اللي نقوله اليوم، يجب هاي الأمور تطفى القروض الزراعية حتى نقدر نبدي جديد. اليوم الناس دي يصير بها كارثة، مصرف زراعي ما يحس بالناس، يقول لك أنا ما علي، أنا أريد فلوسي. شنو أنت تريد فلوسك؟ يقول لك قطاع زراعي دي نهار، أنت التجهيزات الزراعية تركوا برامجكم جيبوا فلوسي، شنو فلوسكم؟ اليوم أنت وضع منهار، قطاع زراعي دي يتعثر، أراضي ماكو، يعني الخطة الزراعية دي تقل، دواجن مشكلة، الأبقار، الجاموس، عندي واحد يعني هواية حالات مريض، واحد مربي جاموس، هي دا تموت، ومديون منين يجيب؟ مات كان عنده 90 يمكن بقى هسه 10. فالمصيبة أكبر، أنا أتمنى دولة رئيس الوزراء يسوي مشرف، مو المشرف الموجود هسه على المصرف اللي ما يعرف يقول لك أني رجل قانوني، أنا أريد فلوسي. لا، اليوم السيد محمد الشياع السوداني ابن القطاع الزراعي، ووزير رئيس الجمهورية، وزير موارد مائية سابقة، تعتبر أنه بادرة خير أنه لما تكون رئاستين يعني مهمة مثل الجمهورية ورئاسة الوزراء مرتبطة بالقطاع الزراعي؟ طبعا هم اثنين هم مثل ما تفضلت. نعم. يعني حتى على مود الوقت اثنين هم مثل ما تفضلت، لكن اثنين هم في مشاكل كبيرة، لأن الدولة مشاكلها هواية، لكن يعتمد على اليمن منو راح تجيب وزير الزراعة ومنو تجيب وزير موارد مائية؟ عندك معلومات؟ حتى تنجح. لا لا، ما من يعرف، كل شيء يتغير بلحظات ماكو. لكن المشكلة أرد أعطيك إياها اليوم فتح حل لدولة رئيس الوزراء. هسه احنا قلنا المصرف الزراعي وحكينا، وقلنا يجب أن يكون فريق من الخبراء هو اللي يشرف عن القطاع الزراعي برئاسة دولة. بما أنه أيامها الأخيرة، تقييمك لحكومة السيد الكاظمي بقطاع الزراعة والانهيار، إيش قد من 10؟ هو انهيار كامل. إيش قد من 10؟ وين 10؟ ماكو، صفر. والدليل راح تقول لي لا اريد من يا دعم الوقت، بس اعطيني دقيقه. بالارقام اليوم احنا صار لنا 4 سنين نقول غيروا منظومات الري الى الري الحديث. كل مليون دونم حنطه تزرعها يراد لك 4 مليار بالري القديم الساحي، لكن بالحديث يراد لك ايش قد؟ 100 مليون. طيب كل مليون دونم يراد لك 10,000 منظومه، بيش الوحده ب 50 مليون، يعني نص 500 مليون. المليون الواحد 500 مليون دينار للمليون الواحد بدله منظومات ري حديد. راح تقول لي منين نجيب فلوس؟ سد مكحول دا يبنوه ب 3 مليار، يعني 4.5 تريليون، يعني مال 9 مليون دونم اسوي منظومات ري واقتصد واصرف مليار واحد، بينما هاي 9 تصرف 36. كل التحيه والشكر لك استاذ عادل المختار وكل الاخوه اللي اتصلوا على برنامج ارض السوا، شكرا جزيلا. طبعا احبه المشاهدين، بآراء الأغلبية أن حكومة السيد الكاظمي اللي في ساعاتها الأخيرة هي الأسوأ بموضوعة القطاع الزراعي ودعم القطاع الزراعي، انهيار ما بعد انهيار، انهيار كبير جدا. نتأمل من الحكومة القادمة تصحيح كل هذه الأخطاء. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.